سلام على اللي كانها العرض المنقد حجاياه مزبن نجاته يدورها ابن قار وش اللي بنفع له على الاشهاد وشوش برمس القوم وارضى خواطرها لها البيضة ترفع من شرور يا بغداد مواقف أبوها كان مهدا بحصرها بالله إذا وقتي ولا عاد اللي مقعد بقوم يتنقف النوادر وصخرها يا كبر المقام اليوم تسلم من العارف النقاد وتبقى مثل ما هب في زود الاخرها اذا للشعر رواد في المجد له رواد على صفحة التاريخ تبقى مفاخرها على صفحة التاريخ تبقى مفاخرها ترى المرجل له عسره وتبقى تعب وجهات ولا حب تبقى لن يحس بخسائرها جرى اللي جرى في كل يا والرجال احشاد ونار الفتن قاموا وطفوا سعايرها سلامي على اللي كله العرض من قد حجاياها نسبا من نجاته يدورها حجاياها نسبا من نجاته يدورها ابن قر وش اللي بعد فنه على الاشهاد وشوش بروس القوم وارضى خواطرها لها البيضة ترفع من شرور كسب سمعة من طيب ذكره يا عطرها على المنساب الطيب تعب صادر والراد وذي عادة له واكثر الناس خابرها بقل حرار ضربها يا فريالك باقي ذبها منك والشيوخ ونوادرها افعول الشام دونها تكسر الاسياد والاسياد من الاسياد دايم تجورها مقادم قوم ذكرهم في الجزيرة سادها الهبة تدرق باين ما خاطرها على سروجها للوح وحزة الميعاد يوطون مقدم السرايا حوافرها أقوله عن سحولة لعرجة فخر الأمجاد نعمي اللي حزة الضيق ذاخرها مرد الثنا والجود للي على نجاد والله من ينسى الجمايل وينكرها بالله إذا وقتي ولا عاد اللي مقعد بقوم يتنقف النوادر وصخرها يا كبر المقام اليوم لكن لله ربح فالقصيده لين يدرى بشاعرها لها من يبتسلم من العارف النقاد وتبقى مثل ما هب في زود الاخرها اذا للشعر رواد في المجد له رواد على صفحة التاريخ تبقى مفاخرها على صفحة التاريخ تبقى مفاخرها ترى المرجل له عسره وتبقى تعب وجهات ولا حب تبقى لن يحس بخسائرها جرى اللي جرى في كل قوم وكل بلاد على ماضي ايام القبائل وحاضرها على الصرح بين الناس يا والرجال احشاد ونار قاموا وطفوا سعايرها سلامي على اللي كانه العارض من قد حجاياها مزبا من نجاته يدورها